still see your shadows in my room. I can't take back the love that I give you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done, I thought you were. أحبائي صباح النور عليكم. Bonjour tout le monde. Good morning and buongiorno. أودعو اليوم للإجابة عن بعض التساؤلات الموجودة في المنتدى وكذلك لشرح السبليمينار اللي حطيته اليوم أمس وكذلك الشرح في مخص المحفز. أول سؤال نبدأ به حتى ما ننساش المحفز. نعم يمكن للأطفال أن يسمعوه لأنه ما فيش أي موجات تؤثر على المخ، ما فيش أي موجات مستعملة في المحفز، فيه فقط توكيدات إيجابية. وأنا شرحت لكم اللي ما سمعش الأوديو عندي التفسيري، أرجوكم تسمعوا الأوديو التفسيري حول طريقتي في عمل سبليمينال حتى ما نضطرش أني نعاود نرجع نقول كل مرة نفس الكلام. فالمحفز نعم هو صالح لكل الأعمار، ولكن السبليمينالات السبليمينو لا، مش صالحين لكل الأعمار ومش صالحين لكل الناس. كل السبليمينالات المتعلقة بالثقة وحب الذات إلى آخره فيه للأطفال يسمعوها انطلاقا من 11 سنة، يعني لما يكون الطفل عمره 11 سنة فما فوق. أوكي؟ قبل ذلك لا، قبل ذلك عندنا طريقة أخرى نستخدمها في سبليمينال وهي متعلقة نقدر نقوله بدماغ لم يكتمل بعد، لأنه فيه واحدة تنظيمات الهرمونية. الدماغ يكتمل في عمر 7 سنين بيولوجيا، يعني فيزيولوجيا الدماغ كخلايا ككونكشن يعني electrical connections يعني أي الاتصالات الكهربائية هذه كلها تخدم لما يكون طفل عنده 7 سنين، يعني بعد 7 سنين ساي انتهى الأمر. لكن فيه واحدة تنظيمات هرمونية يستمر الطفل في إنجازها من 7 سنين لغاية 11 سنة لغاية ما يبلغ. يعني قبل 11 سنة يعني من 7 سنين ل 11 سنة المحفز مسموع، ممكن الطفل صغير يسمعه، ولكن قبل 7 سنوات أكيد لا، حتى المحفز ما يسمعوش أطفال، رغم أنه مثل ما قلت لكم آمن، يعني هو سيف موش محفز في أي شيء مخل بالدماغ، ولكن أنا مفضل أنه الطفل نخليه على فطرته، نخلي طاقة الحياة اللي فيه هي اللي تصحح الأمور في المخ، مش أي شيء يعني outside من خارج يعني. طيب كان أسئلة أخرى، كل الأسئلة الأخرى اللي متعلقة مثل ما قلت لكم أنا نحاول أني نوضع لكم حل البوست على المنتدى وحطوا لي فيه السبليمينات الخاصة بالأطفال، الشيء اللي تحبوه يعني تعملوه في مخص الأطفال. ولازم لازم الطفل يكون فوق 7 سنين مثل ما قلت لكم، يكون عنده 7 سنين فما فوق. قبل 7 سنين نو الانفان نيكوت با سبليمينال، فهمتوني؟ الطفل ما يسمعش سبليمينال قبل 7 سنين. طيب هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني فيما يخص شعوركم بالألم وبالحزن إلى آخره اللي سمعتوه في المحفز، ما عندهش حتى علاقة بالمحفز، لأنه يعني المحفز هو عبارة من فوقتكم عبارة عن يعني توكيدات إيجابية غير مسموعة ويلتقطها العقل الباطن، وكذلك المحفز ما يخدش العقل الباطن، ما يعرفش اللغات لازم تعرفوها، يعني ماشي شرط انك تعرف الانجليزية حتى تفهم الاغنية نتاع جيرالد، لكن لازم تعرفوا ان الاغنية اللي حطيتها لكم الفك تعلق هي اغنية لشخص كان متعلق، الشخص هذا كان عندها ادكشن للمخدر يعني للماريخوانا. والقصة هو الشخص هذا يعني عنده قصة معايا، انا ما نعرفش، وانا ما نسمعش الراب لازم تعرفوا، ما نسمعش الراب وما نسمعش الهيب هوب، مش يعني مش الجون تاعي، يعني تقريبا انا يعني نادرا ما اسمع اغاني، ولما اسمع اغاني مش هذا النوع الاغاني اللي احبها. ولكن انا هذا المغني هذا شفته في حلم، في لقطات هكذا في حلم، وعرفت اسمه العائلي في الحلم، وهو الاسم العائلي هذا اللي جيرالد يعني هم يعني يعيطوا له او يسموه جيرالد في العائله. وانا لما رحت
يعني بحثت عليه في جوجل ما وجدتوش، رغم أنه مغني يعني عالمي وعنده وأغانيه تتشاف بالملايين، ولكن أنا ما عرفتهش. لماذا؟ لأنه الاسم اللي يستخدمه هو في اللي يستخدمه في حياته العادية، في حياته الفنية، مش هذا الاسم. ولكن أنا شفت لقطات كثيرة على حياته. من هو توفى في 2019، في ديسمبر 2019، وتقريبا أسبوع من قبل وفاته ونحلم به، ما نعرفوش ونحلم به. فنشوف وجهه، نشوفه يضحك ويتكلم مع أمه إلى آخره، ولكن أنا ما نعرفش قصته. فالشي اللي حدث هو أنه بعد ما توفى بيومين ولا ثلاثة ولا أربعة ما نعرفش، كنت على سبيل الصدفة شفت خبر عدى في القناة الأمريكية، لأن نحن عندنا نفس القنوات، قنوات اللي تبث في أمريكا هي نفس القنوات اللي تبث عندنا في كندا، يعني نتفليكس سيم ثينج، عندنا نفس القنوات تقريبا. فشفت خبر عدى في سي بي سي نيوز عليه، يقولوا عليه أنه توفي مطرب العالمي بلا 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 بلا، وشفت وجهه فعرفته. يعني أنا أعرف وجهه فقط، ما نعرفوش، انا اعرف وجهه فقط اللي شفته في الحلم. هذه قصتي معه. شفت حالات كثيره وين امه كانت تقول له ما تسمعش الاغاني لانها حرام، ما تعملش موسيقى هذا حرام. يعيش هو كان يعيش مع امه فقط واخ كبير ليه، أمه مطلقة من زوجها، وهو عاش أديكشن وعاش حالات كثيرة من الحزن والألم. و لا أدري، ممكن الشيء اللي ما يعرفوش الناس عليه هو أنه إنسان حزين وطيب جدا يعني في نفس الوقت، وأنه كان يشوف كل شيء لما كان يتوفى. يعني ممكن هم كتبوا عليه، يعني فيما بعد قريت عليه لقيت انه الحرس عطاه له جرعه من الدواء اللي يعملوه للناس اللي عندهم اوفر دوز حتى ينقذوه، وكانوا معتقدينه اللي تديكلاري مور، يعني هم قالوا انه ميت، ولكن هو كان مازال كونسيون، مازال واعي ومازال يشوف فيهم والى اخره. ف هي قصة حزينة لمتعلق مات بتعلقه بالأدوية وبالماريجوانا وبكل أنواع المخدرات، ولكنه مبدع، فنان مبدع، والناس تحبه بالملايين في العالم. وأنا مثل ما قلت لكم أنا ما نعرفوش مليح، ولكن حبيت الأغنية هذه اللي كان يحضر فيها، في شفته هو يعمل لها، يعني هو يردد فيها، فخذيتها دورت عليها وخذيتها كانترو لاوديو هاتي في 2019. لما بعد ما فتحت القناه بحوالي لا اذكر يعني بالضبط التاريخ، ولكن خذيت الاغنيه هذه لانها كانت تعني له الكثير. هذه الاغنيه هو كان يحبها، يعني متعلق بها. لماذا اخترت هذه الاغنيه حتى نعمل بها سوبليمينال؟ عملت بها سوبليمينال لأنه كل الناس اللي عندي في القناة يعرفوا أنه هذه الأغنية هي الانترو عندي في القناة، وهم متعلقين بها يحبوها. فأنا شغلت العقل الواعي ليكم بالأغنية اللي تحبوها، اللي تعرفوها وتحبوها وتمثلكم توائمكم وأحبائكم وأشخاص قراب وعزاز عليكم، وفي نفس الوقت في الانديكشن اللي كنت نعمل فيها للعقل الباطن بالتوكيدات كنت نقول كلام آخر مختلف تماما عن التعلق، كلام يحث على حب الذات، يحث على الثقة في النفس والثقة في الحدس والاتصال بقوة الروح، القوة العليا في الإنسان إلى آخره. أوكي، هذه قصة جانبية. المهم كل أنواع الحزن والألم اللي راح تعيشوها لما تسمعوا الأغنية هي عبارة عن خدش للأنا العميق، لأنه حتى نظفوا جرح معين لازم نخدشوه ونشيلوا القشرة اللي تغلفوا إذا صح هذا التعبير، ونظفوه حتى الجرح يلتئم التئاما جيدا. فالأنا العميق راح يطلع لك كل المآسي اللي أنت عشتها أو اللي أنت عشتها،
وراح تشعر بالحزن ممكن وتشعر بالألم في منطقة ما، لكن حبكم تسمعوا لأجسامكم. المناطق اللي شعرتوا فيها بالألم هي المناطق المعنية بالمعالجة، هي اللي لازم تعالجوها. حبيت نقول كذلك قبل أن أنسى أنني سأعود إلى كل أسئلتكم. Broken mask حبيبتي، حبيبتي كوني قوية، ورح نرجع نسمعك اليوم إن شاء الله في الليل، رح نسمعك على الماسنجر، نسمع فويساتك إذا خليتي لي فويسات. أنا نعرف أني كتبت لك المرة الماضية في الماسنجر، يعني دورت عليك، بحثت عليك في الكثير من الرسائل اللي تلقيتها وكتبت لك، ونحب نقول لك كوني قوية. ورح نرجع نعملكم أوديو للإجابة فقط على الأسئلة اللي موجودة على أوديو الرهاب الاجتماعي، أوكي؟ لا فوبي سوسيال، رح نعملكم أوديو ونجاوبكم على أسئلتكم كل واحدة على حدة، يعني ناخذ وقيت إن شاء الله ونجاوبكم. وأنا أعتذر، ما عادش ما نعرفش، يعني بنتي تدرس أونلاين ولازم نحضر معها الدروس ونعمل معها العمل، يعني من المدرسة انتقلت عندي للدار، صارت أموري صعبة، ما صرتش نوجد الوقت حتى نعمل أوديوهات لليوتيوب إلى آخره، فسامحوني بليز واعذروني. طيب رح نجاوب على بعض الأسئلة الموجودة في المنتدى. أول سؤال هو سؤال لمريم، مريم قالت سؤالي الآخر، من عشرة سؤالك الأول، المهم هذا أول تعليق يخرج لي في المنتدى. قالت سؤالي الآخر اللي محيرني لو سمحتي، هل بقية البشر غير توائم الشعلة مكتملين تقيا من حيث طاقة الأنوثة والذكورة، أم فقط توائم هم من يحتاجون لهذه العلاقة حتى يكملوا النقص والطاقة؟ أولا دايما نكرر ونعود كما قلت لكم، توائم الشعلة مش أشخاص غير عاديين، توائم الشعلة صح أشخاص طيبين، أشخاص أذكياء، ممكن أشخاص غير عاديين قد يتسمون بالكثير من الصفات الجميلة أو الجيدة جدا، ولكن هذا لا يعني أنهم مختلفين عن بقية البشر. الاختلاف البسيط الموجود بينهم وبين بقية البشر أنهم أشخاص أوعى وأشخاص تألموا كثيرا من الألم الروحية فيما سبق، وعاشوا هم لابسين كثير من الماسكات. فعندي واحد الكونتراديكشن تحصل، التناقض يحصل، يعني عندي شخص عنده الكثير من المواهب المدفونة، بسبب ماذا؟ بسبب الماسك اللي هو يرتديه. فأحيانا من كرم الله عليكم أنه يبعث لكم شخص يرجعكم إلى مساركم الروحي الصحيح، سواء علاقة كارمية أو توأم روح أو توأم شعلة أو لا أدري، أو حبيب بكل بساطة، أو زوج صالح بكل بساطة. فما الاختلاف كذلك اللي بينه وبين الناس العاديين؟ الناس العاديين عايشين في المادة 100%، يعني إيل صنفو، يعني مش مهتم تماما بالأمور الروحية، ما على بالوش تماما وين راه روحه وماذا تريد روحه، وهل هو يعيش بصورة طيبة أو بصورة جيدة ولا لا، إيل صنفو. بينما توائم الشعلة لا، توائم الشعلة من صغرهم يكون عندهم دائما تلك المواصفات أو تلك المعالم التي تجعل منهم ناس غير عاديين، لذلك هم يهتمون بصحوتهم ويحبوا يرجعوا ناس مكتملين إذا صح هذا التعبير. فإذا طلب الكمال الطاقي عند الناس مش غاية في حد ذاته، لأنهم ببساطة ما يسمعوش تماما بالين واليانغ، وما يسمعوش تماما بالروح، ما عندهم أوكين كونيكسيون ولا شيء. يعني أنت الآن لو تروحي تكلمي إحدى صديقاتك تقولي لها لا أدري طاقة الين وطاقة اليانغ وأنت كذا وأنت كنترولر ولا أنت مصابة بالرفض ولا أنت كذا، البطن في بلدي، هتقول لك روحي لعبي. لماذا؟ لأنه ببساطة هي outside هذه اللعبة، هي خارج هذه اللعبة الروحية، خارج هذه اللعبة الطاقية، ما تسمعش بها تماما. إذن هذه إجابتي لك حبيبي مريم، ببساطة الناس الأخرى مادية ومهتمة كثيرا بالتفاهات الحياتية ولا تشتغل أبدا بالأمور الروحية، وهي أبعد ما يكون، يعني أبعد الأبعاد. هي أبعد الأبعاد عن المشاكل الروحية، نسمعش بها تماما. طيب أمل من عمق الألم. أولا اسمك مش مليح أكيد، لأن كلمة ألم أنت لما تقوليها تبعثي للكون بطاقة الألم، فنفضل لأنك تشيلي كلمة الألم هذا من عنوانك،
عنوانك من اسمك بليز، وخليها فقط امل. علاش رجعتيها؟ علاش جبتي الالم؟ شيلي الالم بليز. قالت لي كيف نتخلص من العيش بالاوهام واحلام اليقظه والشرود والعيش في الخيال حتى في عز اشغالنا، إن كانت مذاكرة أو قاعة محاضرات أو حصة أو في أي مكان. أنت عندك مشكلة في الفوكس، يعني عندك مشكلة في التركيز. لازم أولا تتدربي على التركيز في الأمر الذي تقومين به. أنا الآن أكتب، ركز على الشيء اللي نكتب فيه. أنا الآن نسجل، ركز على التسجيل اللي نقوم فيه. أنا الآن أدرس، نركز على دراستي. أنا الآن أعمل، نركز على عملي. That's really important أن الإنسان يقوم بالعمل اللي يقوم به بأتم معنى الكلمة، ما يقومش بعمل مجزوء أو عمل مشطور أو عمل مش ملاح. هذه واحدة. ثانيا، فيك تعملي حتى تتخلصي من الشرود هذا والابتعاد عن أهدافك، فيك تعملي أهداف يومية. في كل ليلة في الليل تعملي ليستة لأهدافك اللي لازم تقومي بها في اليوم الموالي. قال غدا الصباح لازم أتصل بفلان حتى أحدد موعد معه، على 10 لازم نعمل كذا، على 11 لازم نعمل كذا، على 12 لازم كامل. وفي الليل قبل ما تفقديه راحي خذي الورقة ديالك وشوفي هل حققتي كل أهدافك. إذا فرضوا حققتي 4 من 9، هي راكي مليحة، راكي واصلة 50% تقريبا. إذا حققتي 2 من 9 أو 2 من 10، ماكيش مليحة أكيد. لازم تعمليها لتحقيق أهدافك اليومية اللي قررتي أنك تعمليها، يعني حتى ولو كان الهدف بسيطا، يعني هدف بسيط جدا، ولكن لازم تعمليه لأنك أنت مجدولتيه، أنت جدولتيه وحطيتيه كهدف، فلازم تعامليه. ما عنديش حلول أخرى، يعني مع هذه الحلول الميديكامونتوز، حلول الدوائية، وأنا ما نفضلش الناس تاخذ أدوية لزيادة التركيز. في أدوية لزيادة التركيز، وهي نفس الأدوية اللي تعطى الأطفال الصغار اللي مصابين بفرط الحركة، اللي ما يركزوش على الدروس. ولكن أنا ضد أي تدخل دوائي على المخ، وهذه نظريتي منذ زمن وما تغيرتش رغم كل التقدمات اللي عملتها في ميدان علم النفس، إلا أني دائما ما زلنا نفكر بنفس الطريقة. Je suis contre l'intervention médicamenteuse au niveau du cerveau. ما نحبش أي تدخل دوائي على مستوى المخ. فيها علاء أو أليا، ألا أم قتلي، إن كانت علاقة الشعلة مقدرة، لماذا إذن تعتمد على تشافي وتطور الطرفين؟ امتناني لجهودك النبيلة. شكرا عزيزتي. القدر يفهم بطرق مختلفة. أنا لا أفهم القدر مثل ما يفهمه الناس، يعني الناس اللي جيت تقول لك علاقة توأم الشعلة مقدرة من الله، وأنا فهمي مختلف عن هذا الفهم، فهمتيني؟ والتطور ليس مقدرا على توائم الشعلة فقط، وإنما التطور هو الطريق المفروض أن يسلكه كل البشر. لهذه ما فيش ولا إنسان ولد على سطح البسيطة ولم يتطور، ما فيش ولا طفل صغير بيبي قعد بيبي، وما فيش ولا رجل شاب قعد شاب. كل الناس ما قالوها التطور. التطور إلى ماذا؟ إلى نهاية هذا الوجود المادي. فإذا الوجود المادي هذا كان support، يعني كان support، ما نعرفش الكلمة هذه بالعربية وشنو هي support. الوجود المادي أو الجسم هذا اللي عندي وعندك هو support للطاقة اللي عندنا، طاقة الحياة اللامنتهية، بدليل أنها تتجدد كل يوم بملايين الولادات في العالم، وتنتهي في كل يوم بملايين الوفيات في العالم، ياك؟ فإذا القدر هذا اللي يعتقد أن الله يعني بصورة مباشرة مثل ما يقولوا هما يقدر العلاقات الروحية، فأنا ما نفهمش هذا الفهم، أو هذا الفهم لا يتسق مع علمي أنا، مع أفكاري مع أفكاري أنا. أنا نشوف أن العلاقات الروحية هي تحصل الإنسان لما يكون طاقته عالية كروح، لما تكون الفريكونسي عنده عالية، ذبذباته مرتفعة في الكون، فيدخل في علاقة روحية. لما صح تكون علاقة روحية جيدة، وصح تتوفر فيها كل علامات العلاقة الروحية من تواصل إلى آخره،
ولكن للأسف معظم الناس اليوم صاروا يعملوا إسقاطات، يعني ينقلوا ويطبقوا على أرواحهم. أنا فعلا أشعر بكذا، لأنه باقي مثلا قعد شهرين وثلاث شهور ويسمع على علاقة توأم الشعلة، أكيد راح يتصور أنه في علاقة توأم الشعلة. ولا واحد بقى لا أدري أنا عام هو يتصور أنه الشخص شوفوا، والله والله العظيم والله العظيم، الروايات اللي رووها لي بعض السيدات لا يمكن للعقل البشري أن يتحملها، لا يمكن للعقل البشري أن يتخيلها. لو واحدة منكم فقط ولا واحد منكم اللي يسمعوني يقرأ أو يسمع فويسات هؤلاء الناس ويقرأ رواياتهم، راح يعرف بأن الإسقاط الذهني اللي يعملوه الناس رهيب جدا رهيب جدا. يا جماعة، الشيء اللي تسمعوه يأثر فيكم، والشيء اللي تاكلوه دخلوه لبطونكم يأثر فيكم، والشيء اللي تقولوه للكون يأثر فيكم. إذا كان مقدر، إذا أنا فرض أخذت نظرية الجبرية هذه أو نظرية القدر هذه اللي يقولوا بها الناس، إذا كان مقدر لي هذه العلاقة وابتعد عني مثلا هذا الشخص الهارب كما يسمونه، فإذا هذا هو قدري ببساطة. فمن المفروض كل الناس اللي في حالة انفصال يكونوا في حالة اطمئنان ويعرفوا أن هذا هو المقدر لهم، وما دام مقدر لهم فهو طيب لهم. لأنه إذا كنت أنت أو كنت أنت تعتقدي أن الله طيب ولا يعطي إلا الطيب والخير، فإذا انفصالك يعني هذا الشخص هو خير. فيه ناس 3 سنين 4 سنين كلمت هذا الشخص مرة لمدة 10 دقائق ومعتبراته حبيب، معتبرة هذا الشخص حبيب، يعني هو معملها ولا مرة تصريح حب ولا مرة قالها أنه يحبها. فيه ناس أخرى الشخص هذا لا أدري يعيش في مكان آخر ويعني ويكلمها لا أدري أنا على سبيل الصدفة مرة في السنة ومعتبرة هذا الشخص حبيب. أنا لا يمكنني أن أفسر هذه الظاهرة إلا بظاهرة بأنها تعلق مرضي، وأنا تعذروني أنا ما نقدرش نشوف الأمور إلا بصورة موضوعية، ما نقدرش نشوف الأمور بصورة ذاتية سوبجكتيف. الموضوعية تقول أن الشخص اللي ما عملليش تصريح حب ولا مرة فهو مش حبيبي ببساطة. الموضوعية تقول أن الموضوعية والعلمية الموضوعية والعلمية تقول أنه الشخص اللي مش موجود معي مش حبيبي، مش موجود يعني غايب absent، يعني تحتاجيه مش موجود، تحبي تتكلمي معاه مش موجود، تحبي تتناقشي معاه في أمر أو تتشاوري معاه في أمر مش موجود. so هذا أنا بالنسبة لي الأمور باينة. فكل ما عدا ذلك كل ما عدا ذلك هو علاقة كرمية أو علاقة عادية، صداقة عادية أو علاقة بسيطة وتحولت إلى أسطورة. فهمني؟ سؤالك رح نعديه. مريم أوكي، رح نختم الأوديو هذا بسؤال لنونا. نوني قالت لي قبل نونا المحبة الطيبة، قالت لي كيف أشفي من عانى من الرفض في المراحل الأولى من حياته لأنه يعلم أنه رفض وجوده وهو جنين حال الطفل مع والده. ما فهمتش انت تسألي على الطفل هو يعرف أنه رفض. لحظي الرفض مش أنه يعرف الطفل يدخل في عقله الواعي أنه مرفوض، مش صحيح. الرفض هو أنه الأم تبعث طاقة رفض الجنينها وهو في بطنها، مش أنه الطفل يعرف أنه كان مرفوض. يوم بعد يعرف أنه مرفوض وأمه تبوسي وتعلق في إصبعه وعشية وتقول نحبك you are my baby and you are the best one، يوم بعد مش راح يحس بالرفض أبدا. الرفض هو أنه الأم تسرب طاقة هذا الجرح أو طاقة جرح الرفض عن طريق التناسخ الجيني أولا، إذا كانت هي أصلا أم مرفوضة، أو عن طريق الطاقة اللي تبعثها لوليدها هي أصلا تكون رافضته.
هي كي يكون في لا كونسيبسيون في ولدها في كرشها في بطنها هي مش حباته يخرج للنور، فهمتوني يا جماعة؟ تعرفوا رح نعمل لكم سيبليمينال بإذن الله، إذا قدرت اليوم في الليل نعدوا لكم، غدا صباح نحطوا لكم سيبليمينال للبنات المرفوضات، للسيدات فقط، للسيدات فقط. رح ناخذ لكم أغنية تحبوها، والأغنية هذه نحبكم تسمعوها وترقصوا عليها، تسمعيها تحطي سماعاتك وتبدأي ترقصي وانتي تشوفي جسمك وانتي ترقصين، يعني ترقصي أمام مرآة ولا ترقصي في قاعة رياضة هذه اللي فيها المرآة كبيرة إلى آخره. المهم لو بلوز امبورطون انك تشوفي جسمك وانتي ترقصي وتفكري في كلام الأغنية وانتي تشطحي عليها. سي ان تري بون تريتمون، سي ان سوبليمينال على يقوم فيه راح نعمل لكم فيه توكيدات لرفض الرفض، توكيدات لرفض رفض الأم، فاهميني؟ للسيدات فقط. يلا رح نختم، وصلت 26 دقيقة، رح نختم الآن بنونا نوني. قالت لي هل الرجل اليانغ بعد صحوته يستطيع نسيان توأمته أم يزداد حبه لها؟ هل دائما التوأم يكشف لنا عيوب في شخصيتنا نسيناها من سنين؟ نبدأ لك بالسؤال الثاني. نعم نعم، توأمك دائما يكشف لك عيوب أنت تجاهلتيها أو نسيتيها منذ سنوات وحبيتي تستري عليها وانت عارفة أنها موجودة. أحيانا الوعي المراقب يكون عارف أنها موجودة ولكنه يتغافلها أو يتناساها، فهو رح يضغط لك عليها حتى تصلحيها، حتى تحاولي تعدليها. هل الرجل اليانغ بعد صحوته يستطيع نسيان توأمته أم يزداد حبه لها؟ بعد الصحوة سيحبها أكثر، لأنه طاقته الروحانية راح تزيد، راح تعلى وراح تنسجم مع طاقة شريكته الين، فراح يحبها أكثر. ولكن لازم تكون صحوة حقيقية مش صحوة جزئية. لاحظوا الرجل اليانغ يقدر يعمل صحوات جزئية يتخلص فيها من الإدمانات. وعندي قصة لشخص كان يعني تعبر على هذا الشيء اللي نقول فيه، لأنه بدأ يتخلص من إدماناته رويدا رويدا. هو رجل كان يتعاطى حشيش ويتعاطى الكحول، يعني كل أنواع المخدرات، فبدأ يتخلص منها واحدة بواحدة تدريجيا، ومن بعد طلع إلى التخلص من كل إدماناته السلبية اللي في حياته، يعني إدمانات كثيرة. يعني أساسا تري بون إكزامبل اللي شفته في حياتي، يعني مثال جميل جدا اللي شفته في حياتي. ووصل هذا في نهاية الأمر هذا الرجل إلى يعني بزغ من جديد، ببساطة خرجت شخصيته الجميلة من جديد، يعني أصبح شخص رائع بكل معاني المعنى الكلمة. فسؤالك هل يزداد حبه لها بعد الصحوة؟ نعم أكيد راح يحبها، لأنه connection spiritual connection أصبح أقوى، التواصل الروحي أصبح أقوى، لأنه طاقته راح تنسجم تماما مع طاقة شريكته، لأنه طاقته تصبح يين تقريبا. لما نقول تصبح يين يعني يصبح اليين كثيرا في طاقته الروحانية، تصبح طاقة الأنوثة تصبح عندها عالية، طاقة روحانية عندها تصبح عالية، فأكيد راح يعمل الكونيكشن جميل مع توأمته. تحياتي لكم، سلام. راح نكمل إن شاء الله غدوة ولا غير غدوة، نكمل لكم المنتدى. سلام أحبائي.